باش مع دابا انا رايح معاها مروك غادي معاها باش نروحوا نشوف المعاناة تاع كير غاتدير ستوب مع الطريق باش توصل دار باش توصل للمدرسة وشوف كيفاش تشوف من باش تخرج من البلانات لهنا المسافة شحال شوفي شحال تقول هنا في الطريق باش توصلي من داركم لهنا شحال كديري مسافة كنا تقعدي بالساعة وانتي تقارعي باش يا يركبوك ودي فوا تروحي تمشي كما روح تشوف تمشي قدامي يا هل ترى هذه كي مسكينه هذه كي دير توصل شوف سبحان الله هذه كي دير باش توصل كيما وكاع يكون شارد كاع تكون على كروسه تاع يد وما تنجمش مسكينه خاطرش نقول لكم علاه ما تنجمش المهم شوفي ما تعبكش قعدي هنايا كاش ما يجي واحد ولا لوطو ولا دخل ندبر رسانه ورينا شوف لنا مسافه منا عين حجر وراه هيا شوفوا عين حجر وراه هذو فاطمه تاع فسه هادو بعد على عين الحشر بعد قريب فايت دو كيلومتر شوفوا وراها المدينة وراها منها وشوف طلع شوفوا لافيل وراها هيا هادي مسكينة باش هاد المسافة تروح المهم روح تشوف منها المهم باش ما نطولش عليكم روح تشوف قرب المهم جماعة كيما قلت لكم قبيلة هادي هي بنتنا وخدنا باش تقرا مسكينة تزير روحها سوا ديزون ما تنساش غادي تقرا ان شاء الله تولي معلمة ولا تولي طبيبة ولا وتقعدنا في التاريخ حنا مهم حنا رانا باش نوصلوا معاناه المواطن رانا نروحوا مناطق الظل اماكن بعيده في سبيل الله ربي العالم المهم حنا هذه البنت هذه اللي كنا نحقوا لها هذه ماشي حاجه كبيره هذه شريطه ديال 20 مليون ولا نحقوها لها ان شاء الله باذن الله السميع العليم وغادي نخلي لكم رقم الهاتف تاعي وعيطوا لي وغادي ندير لها مفاجاه اقسم بالله ما تشوفنيش الا جبتها لها حطيتها لها عند الباب وندير لكم فيديو ان شاء الله تفرح كيما اللي فرحوا الاولين شاف شاف كي طالبه في الامنيه تاعك شي نتمنى باش يديروا لي شريطه باش نولي نتمشى ونروح نقرا كيما كاين شي هيا ان شاء الله العظيم غير ان شاء الله العظيم غير محسن غادي يشوفها ان شاء الله العظيم غير فرحك ونريد على صورات معنيه ثاني الا عندكم يد في هذه الامور نجموا تاخذوا معها هذا الامر ماشي حاجه كبيره المهم تشكرك هنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.